هو موش اكزامبل معناتها مبعد رينا الحسره نتاعو بعد هي اللي باش تكون معناتها هي العبره للناس هي غادي هي العبره من باش ما يصيرش فيكم يا ناس كيما صار في السيد هذايا واش لازمكم تعملوا. خفت منه الدور ولا خفت؟ بيان سو خفت خاطر فاسيلمون كنت تنجم تراتي لي سيكونس هذوكم تاع البكاء والليموسيون وتتعدى خايبه الحكايه ويضر المسلسل وتضر انت معناها خوف بيان سو. منين جبت برشا حاجات معناتها اليوم كي نقولوا ما عارفوا معناتها الناس مثلا يمكن برشا ناس ما يعرفوش لكن الممثل كي يتحط في 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 دور او في سيكونس يلزمه يخرج برشا حزن ولا برشا حسره يجبد من الباك جراوند يجبد من برشا حاجات. الممثل المحترف واللي يمتهن الخدمه هذه ويعرف تفاصيلها ويعرف كيفاش ثم التمارين طبعا ثم ديزيكول نخدم عليهم احنا ستانيسلافسكي بالاساس اللي هو الذاكره الانفعاليه في استبطان الاحاسيس الممكنه وخاصه الاحاسيس الذي اللي فيها الايموسيون كله البكاء كونك تخدم على وضعيات مشابهه عشتهم في حياتك وتحاول تتذكرهم وتحاول تتمرن عليهم والا تستنبط احاسيس مشابهه صارت عليك ولا وتقرب هذا كله تقنيا تولي تأديه امام الكاميرا ولا على الرقح بتقنيات مختلفه بيان سور. قداش نسبه رضاك علي؟ نسبه كبيره على روحي نسبه كبيره فرحان ما خيبتش ظني فيا ما خيبتش ظن اللي عيطولي ما خيبتش ظن سوسن اسونسيالمون خاطر كي انسان يعطيك ثقه ويعطيك الرول هذا يقول لك حسام فازي معناها سي افو جوي هاني معاك انا هاوم لي ديريكتيف نتاعي شنو تحب كيفاش باش نصوروها كيفاش ويخليك يزمك ما تخيبش ظن ما خيبتش ظن الجمهور يستنى ما خيبتش ظن وليدات صغار اللي انا ساهمت في تكوينهم يستناو في المعلم نتاعهم باش يمثل. تخيل انت هما يبدعوا وانا ما نبدعش معناها تولي حتى ثقتهم فيك تتمس جوستومو. به مسلسل فلوجة 15 حلقة